السلام عليكم. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، مولاي صاحب الجلالة والمهابة، السلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. يتشرف خادم الأعتاب الشريفة الدكتور عز الدين قميرة رئيس فيدرالية أطباء العامون لجهة الرباط سلا قنيطرة أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة المشاركات والمشاركين في المؤتمر الوطني السادس للطب العام المنعقد بقصر المؤتمرات أبي رقراق أيام 17-18-19 مارس 2022 تحت شعار طبيب الأسرة رهان الغد، بأن يرفع إلى السدة العالية بالله آيات الولاء والإخلاص لجلالتكم المفعمة بالمحبة الصادقة والتشبث بأهداب العرش العلوي المجيد لجلالتكم، معربين عن خالص الشكر والعرفان وجميل الامتنان لكل ما تبذلونه من مجهودات جبارة ومبادرات رائدة لفائدة شعبكم الوفي. مولاي حفظكم الله، لقد كان تنظيم هذا المؤتمر الوطني وبمشاركة أزيد من 600 طبيبة وطبيب من مختلف جهات المملكة ومن القطاعين العام والخاص فرصة لكل المشاركات والمشاركين للانكباب بالدرس والتحليل لمجموعة من المواضيع الطبية والعلمية، وقد تمحور أغلبها حول طبيب الأسرة ودوره في المجتمع ومساهمته في النهوض بالمنظومة الصحية ببلادنا. إلى جانب ذلك، فقد ألقيت عدة محاضرات وعروض ذات الصبغة الأكاديمية أشرف عليها تلة من الأساتذة الخبراء، خاصة وأن المؤتمرات والملتقيات العلمية والطبية منها تكون مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب وتساعد على نسج العلاقات الإنسانية التي من شأنها أن تعطي للطبيب لمهنة التطبيب بعد الإنسان النبيل، وأن تقوي الروابط التي فيما بين الأطباء أنفسهم وتجدد معارفهم وخبراتهم بما يضمن لهم فرص التكوين والتكوين المستمر، وهو ما سيعود على صحة المواطنات والمواطنين بالنفع العميم ويوفر خدمات طبية ذات جودة في مستوى الانتظارات. مولاي صاحب الجلالة، إن الاهتمام الذي يليه جلالتكم لقضايا الصحة ببلادنا وللعاملين بهذا القطاع الحيوي نابع من موفور عنايتكم وتقديركم المتواصل لكل أبناء هذا الوطن العزيز، وهو ما يشحذ عزائمنا ويحذو بنا للعمل من موقعنا كأطباء عامين بكل إصرار وثقة نفس على تكثيف جهودنا من أجل النهوض بالمنظومة الصحية ببلادنا والمساهمة في تحسين الأوضاع الصحية لكافة رعاياكم الأوفياء. وإذ أننا نغتنم هذه الفرصة لنؤكد لجلالتكم أننا عازمون كل العزم على المضي قدما خلف جلالتكم والعمل بكل تفاني ومسؤولية حتى يتحقق على يدكم الكريمة ما يصبو إلى جنابكم العالي بالله من أمن واطمئنان ورفاهية لكافة رعايا جلالتكم الأوفياء. حفظكم الله يا مولاي، وجعل النصر حليفكم، وأسدل على جلالتكم رداء الصحة ودوام العافية، وحقق على يديكم الكريمتين ما يصبو إليه شعبكم الوفي من عز وسؤدد، دائمين المولى داعين المولى جل جلاله أن يجعلكم ذخرا وسندا لهذه الأمة وقائدا لمسيرتها، مسيرة تنموية وضامنا لاستقرار وأمن هذا البلد، وأن يقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وشقيقته الأميرة الجليلة للا خديجة، وأن يشد أزركم بصنوكم الرشيد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولى رشيد وسائر أفراد أسرتكم الكريمة، إنه سميع الدعاء.
والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمته وتعالى وبركاته. حرر بسلا يوم السبت 16 شعبان 1443 هجرية الموافق ل 19 مارس 2022 ميلادية، خديم الأعتاب الشريفة الدكتور عز الدين قميرة رئيس فيدرالية الأطباء العامين لجهة الرباط سلا القنيطرة. الله يبارك في عمر سيدي.